كنت أحب أمي كثيرا، لكني كنت أحب أبي أكثر. فقد خالط حبي لأبي الاحترام والتعظيم، وكان بمقدوري إزالة الكلفة بيني وبين أبي على نحو ما كان بيني وبين أمي. كان أبي هو الآخر يقبلني ويداعبني ويقول: بنتي الجميلة، ملاكي. كنت أفرح كثيرا لكلامه هذا، لكني أتحاشى أن يكون مني أي خطأ أو تقصير بحضوره. أدخل عليه ويداي معقودتان، وقد نبهتني أمي بأنه إذا خاطبني أبي وقال: يا بنيتي، أن أجيبه: نعم يا سيدنا. أبي هو أبو الأمة، فقد كان السلطان، والجميع يقول سيدنا، فكيف لي أن أقول غير هذا؟ كلما كبرت نمت مشاعري وزادت أحاسيس الحب. كنت أفهم كل الحقائق، أفهم عظم وشموخ أبي. كان أبي يحب القهوة كثيراً، إلا أنه كان لا يشرب إلا القهوة اليمنية، وكما أنه كان من عادته أن يشرب القهوة بعد تناول الطعام، كان يحتسي القهوة أثناء اليوم 6 أو 7 مرات. وكان رئيس طباخ القهوة خليل أفندي، الذي كان يخدم له منذ أن كان أميراً، كان خليل أفندي يجلس في غرفة كانت تسمى بموقد القهوة بجانب غرفة المحافظ، وينتظر أمر السلطان. ولم تكن قهوته ثقيلة ولا خفيفة، وكانت تعد بدون سكر، وكان يشرب القهوة مع التدخين، وكان يحتسيها جرعة جرعة بشكل بطيء. مع خلع والدي بدأت أول أيام المستقبل المر والحزين بالنسبة لي. وفيما كانت أصوات المدافع القوية يرتد صداها من جدران القصر فيهتز له زجاج النوافذ، أحسست بالألم في قلبي فانهمرت الدموع من عيني. وكان أول ما قلت متضرعة إلى الله: يا رب ارحم أبي، هب له حياته، العرش والتاج كله لا يعني شيئا، فكل ما يمكن فعله الآن هو الدعاء إلى الله كي يحمي لنا حياته ويحفظه من شر القضاء، وانتظار العون من ربنا تبارك وتعالى، ملجأنا هو الله. ما كنا نسمعه من قدماء القصر منذ نعومة أظفارنا هو خلع السلطان عبد العزيز وقتله. هذه الحادثة المفجعة تركزت في أدمغتنا، وكان هناك احتمال أن نتعرض للمصيبة نفسها. كانت هذه الفكرة المخيفة تراودني فتجعلني أنهار وأرتجف وتنهمر الدموع من عيني وأجهش في البكاء. وعلى الرغم من ذلك كان أبونا أكثر رباطة جأش، فبقي على هدوئه ووقاره وأسلم أمره إلى الله. فهو جالس خلف مكتبه بالصالة الصغيرة مشغول كالعادة بكتبه وأوراقه، وكأنه لا يسمع أصوات المدافع والبكاء والعويل. ثم بدأت مدافع الجلوس، وحان اليوم والساعة الرهيبة. كنا نبكي وندعو وهو يوصينا برباطة الجأش ويعمل على مواساتنا. كان الباب مفتوحا على مصراعيه وكلنا واقفون أمام الباب. دخل جواد بيك وأبلغ بقدوم وفد من المجلس الملي. أجاب والدي قائلا: ليتفضلوا. دخل الوفد، يتقدمهم رئيس الكتاب، كانوا 4، وقفوا قبالة والدي وحيوه بصورة مقتضبة، فرد عليهم والدي بمثلها. القادمون هم أسعد طبتاني الأرناؤوطي، وعارف حكمة باشا اللاز، وأرام أفندي الأرمني، وقراسو أفندي اليهودي. بادر أسعد طبتاني وهو الأول بين الحاضرين بقوله: لقد عزلك الشعب. أجاب والدي بصلابة وصوت جهوري: أظن أنك تريد أن تقول خلعني. حسناً،
فما سبب ذلك؟ هنا بدأ الرجل الثاني وكان عسكرياً. عرفنا فيما بعد أنه عارف حكمة باشا بقراءة الفتوى. بدأت الفتوى بجملة: إذا قام إمام المسلمين بطي وإخراج بعض المسائل الشرعية المهمة من الكتب الشرعية وبمنع وإحراق الكتب المذكورة، وعندما وردت جملة منع وإحراق الكتب الشرعية قال: أي الكتب الشرعية أحرقتها؟ أقول حسبنا الله ونعم الوكيل، ثم أنصت للفتوى حتى نهايتها. ولما انتهت قراءة الفتوى سأل عارف حكمة باشا: أي مقام أصدر هذا القرار؟ أجاب عارف حكمة: المجلس الملي. قال أبي: هكذا إذن، من يرأس هذا المجلس؟ فلما أجيب بأنه رئيس الأعيان سعيد باشا قال بنبرة المندهش: سعيد باشا أحقا هو؟ ثم أضاف: عملت من أجل أمتي ودولتي 33 عاما، وسعيت من أجل سلامة بلادي، خدمت ما بوسعي أن أخدم، يقضي الله ما يشاء، ورسول الله هو من سيحاكمني، أسلم هذه البلاد كما استلمتها، لم أعطي أحدا شبرا من تراب، أترك خدماتي لتقدير الحق تبارك وتعالى. وما الحيلة؟ فقد أراد أعدائي أن يغطوا كل خدماتي بغطاء أسود، وقد نجحوا في ذلك.